بكرة بإذن الله يا جماعة القمة رقم 124 بين الأهلي والزمالك، استرها علينا كريم. طيب هتتلعب بإذن الله في استاد السلام، دي هتبقى من ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. الزمالك يخش هذه المواجهة كما جرت العادة أمام الأهلي، دي مواجهات القمة. الأهلي الزمالك بتصدر الترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة لحد دلوقتي متصدر، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بس من 17 مباراة. طيب الزمالك يقود كما جرت العادة وكما حضراتكم عارفين حتى هذه اللحظة البرتغالي فيريرا، بيدور على فوز غائب من سنة وعشرة أشهر. انصرنا يا كريم، بس نلعب كلنا ماتش حلو، واحنا الاثنين اهلي وزمالك احنا بنشجع رياضه، احنا مش في حرب. طيب معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الشهير محمد عراقي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ واهلا بكل متابعينك. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا يوسف. اديلي توقعات غير منحازه. لا مفيش انحياز طبعا، هو وحتى لو في انحياز مش هيكون في مباراه القمه، يعني دايما طول الوقت مباراه القمه بتبقى موقف الفريقين قبلها سواء في التركيز سواء في دايما مباراه القمه بيكون ليها حسابات مختلفه خالص تختلف عن اي مباراه ثانيه. الخط بيقطع يا محمد، لو انت واقف في حته ما فيهاش شبكه. ها ايوه خليك في الحته دي. قول. يمكن الاهلي بس الموقف طبعا بتاعه هو في مشكله شويه، قصه المدير الفني بوسيماني طبعا راح تدريب النادي الاهلي. ولكن كابتن سامي قمصان ظهر بشكل كويس جدا في المباراه الاخيره وفي مباراه ياسر قمداني طبعا، وظهر باداء كويس جدا النادي الاهلي معاه، فبالتالي جمهور الاهلي مطمن زي ما بيقولوا، ما بقاش عنده المشكله الكبيره ان الاهلي يعاني من غياب المدير الفني بتاعه، لا دلوقتي في مدير فني محترم بيقود النادي الاهلي هو كابتن سامي قمصان. طبعا الزمالك ممكن في الجزئيه دي يكون يمتلك بعض السنة بتاعته فريق كبير ويملك خبرات كبيره جدا جدا، ولكن عدم توافر كتير. محمد بقول لك ايه، انت في البيت؟ لا لا انا في الشارع والله. في الشارع؟ طب يعني حاول تقف في حته فيها شبكه، لو انت بتتحرك لو بتتحرك بالعربيه معلش اعذرني. اتحرك اقف عشان الشبكه تثبت بس معانا لحد ما نسمع الكلام. تمام. ها كمل يا باشا. الزمالك بقى يمكن هو طبعا الزمالك عنده مشكله مع بدايه الموسم دوت، ان الزمالك من اول الموسم عنده مشكله ان هو ما بيقدرش يأيد ما يضمش صفقات جديده سواء في اول الموسم او في فتره الانتقالات الشتويه، فده تسبب دلوقتي ان الاهلي الزمالك عنده نواقص في بعض الاماكن، اللعيب اللي بيغيب ما بيقدرش يعوضه، يعني مثلا طارق حامد في خط الوسط ما فيش البديل ليه الجاهز، خط الدفاع برده فيه غيابات كتيره، محمود علاء فيه غيابات كتيره، يمكن دي هي بس مشكله الزمالك. ده الناحيه الثانيه في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يمكن عنده لعيبه كتير في كل المراكز تقريبا، بدايه من حراس المرمى للدفاع لخط الوسط للهجوم، الاهلي عنده فرايتي كبيره جدا جدا على مستوى اللعيبه، في كل مركز في اثنين وفي ثلاث لعيبه، يعني ده يملك افضليه، الاهلي بيملك افضليه في حاجات والزمالك بيملك افضليه في حاجات، بس الاكيد ان النتيجه خارج التوقعات، لان دايما طول الوقت مباراه القمه بتكون خارج التوقعات. لا مفيش حاجه اسمها خارج التوقعات. خارج التوقعات ايه؟ ايه الكلام ده؟ ما تقوليش كده. قول لي توقعك. طيب قول لي توقعك. لا انا ما عنديش توقع لان انا مش هفهم في الكوره زيك، لكن انا وده بجد والله بامانه بالرغم ان انا زملكاوي، انا خايف انه مستوى الاهلي يتهز بسبب التغيير اللي حصل في الجهاز الفني. طيب ما هو هي دايما الفرق الكبيره مش بتتاثر بعنصر، هو طبعا المدير الفني بيبقى ليه دور كبير جدا جدا في الفريق، ولكن احنا خلينا نقول ان جمهور الاهلي اساسا ما كانش راضي على اداء الفريق في وجود موسيماني. صحيح. في ظل بقى يعني او في الاتجاه الثاني لما مسك كابتن سامي قمصان في مباراه ايستر كومباني، عدد كبير جدا جدا من جمهور النادي الاهلي كان شايف ان الاداء تطور بشكل كبير، رغم ان مباراه ايستر الاهلي كان بيلعبها من غير اللعيبه الدوليه كمان. دلوقتي الاهلي استعاد لعيبته الدوليين، ويمكن الاهلي ممكن يكون عنده أزمة نفسية شوية بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبرضو في المنتخب مباراة كوريا اللعيبة الدوليين برضو اللي لعبوا مباراة كوريا،
ولكن زي ما قلنا الفرق الكبيره ما ينفعش تتاثر بالحاجات اللي شبه كده. بطوله بتخلص او مباراه بتخلص بتقفل الصفحه وتروح للصفحه اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها بقى مباراه القمه، مباراه الزمالك، كل لعيب بيبقى عايز يظهر نفسه بافضل شكل، كل لعيب بيلعب بافضل اداء عنده، لان هو عارف ان الجمهور مركز جدا في المباراه دي حتى لو ملهاش دور في تحديد بطل الدوري. طب لك ان تتخيل بقى ان هي كمان ليها دور كبير جدا جدا جدا. الاهلي في حاله فوزه بيضغط على الشمالك على الزمالك بشكل كبير وبيقترب من القمه، رغم ان هو عنده لسه عدد مباريات اكتر، يعني عدد مباريات ناقص عن الزمالك. الزمالك لو فاز بيزود الضغوطات على النادي الاهلي وبيزود الفارق بين الفريقين، فبالتالي كل فريق مباراه بست نقاط زي ما بيقولوا، فبالتالي كل فريق هيكون مركز فيها يعني اشد تركيز، لان هو عارف ان المردود بتاعه هيكون كبير جدا جدا. زي ما بقول لك يا يوسف، لو المباراه حتى ما لهاش دور في تحديد البطل بيكون المباراه برضو ليها اهميه كبيره طبعا، لان هي بطوله في حد ذاتها. طبعا طبعا ما فيش خلاف. انا بشكرك جدا 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 ناقدنا الرياضي الشهير محمد عراقي.